التحقت في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عام 2014 في أولى اختباراتها لي، وأيضا في عام 2020 ولله الحمد حققت الدرجة المطلوب. شاركت في برنامج ستيم عام 2017، وأيضا شاركت في عدة أنشطة ودورات تابعة للمؤسسة. أنا وزملائي سعيدين جدا في تواجدنا في هذا البرنامج الذي اكتسبنا منه معلومات قيمة، والذي اكتشفنا فيها أيضا الصورة النمطية الواضحة لعلم الكيمياء. في كل يوم أخرج من هذا المكان وأنا مكتسب معلومة، وأعود مرة أخرى إلى هنا لاكتساب معلومة جديدة. السعي إلى العلم مهما كان صعبا فهو بوجود العزيمة والإرادة يصبح سهلا. من هذا الصرح العلمي خالص الشكر والعرفان إلى مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع لاحتضانهم قادة المستقبل واستقطابهم العقول المبدعة التي تسعى إلى خدمة دين الله وتساهم في تطوير البلاد. نحن طلاب موهبة مستمرون في إنجازاتنا وإبداعاتنا، وشعارنا الدائم موهبة حيث ننتمي.